بعد مواجهات تدرجت لتصل إلى حرب مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان بعد جهود ومخاض عسير. الاتفاق يبقى هشا من حيث المبدأ، حيث واجه معارضة شرسة من اليمين الإسرائيلي، إضافة لتحفظات لبنانية عديدة، ولكن جميع الأطراف تتمنى نجاحه. فلبنان يعاني الكثير على أكثر من مستوى، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يحتاج الاتفاق هو الآخر مع الإنهاك الناتج عن القتال على أكثر من جبهة، لتبقى علامات استفهام عديدة دون إجابة واضحة، أهمها من فاز ومن خسر، وما هو الموقف الإيراني من هذا الاتفاق، وإذا ما سيؤثر على الأوضاع في غزة، وأخيرا ما سنشهده خلال الفترة الانتقالية بين إدارتي ترامب وبايدن. نحاول أن نجيب مشاهدين على كل هذه التساؤلات ونحلل المشهد مع ضيوفي في الاستوديو، مديرة مركز التعاون وبناء السلام للدراسات الدكتورة دانيا قليلات الخطيب، وأيضا الباحث في مركز الإمارات للسياسات الدكتور محمد زغول، ومن بيروت الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية علي شكر، ومن القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة الدكتور حسام الدجني. مرحبا بكم ضيوفي جميعا. أبدأ معك دكتورة دانيا قليلات. مساء الخير. مساء النور. نتحدث أولا عن قبل هذا الاتفاق، يبدو أن هناك خلاف أمريكي إسرائيلي على موعد تنفيذ الاتفاق. الجانب الإسرائيلي يطالب بمزيد من الوقت لأنه لديه بنك أهداف، كيف نفسر هذا؟ لا أظن أنه هناك بنك أهداف، يعني أنا أهلي كلهم ساكنين أهلي وأصدقائي ساكنين في بيروت، وأنا على اتصال على اتصال معهم فهناك ما تسعى إليه إسرائيل هو نشر الذعر، يعني حتى مثلا يطلبوا إخلاء مناطق ويضربوها، وهناك مناطق لا يعطوا إنذار بالإخلاء ويضربوها، فالناس كلها في الشوارع وهناك حالة من الذعر. ما الذي سيستفيده الإسرائيلي من نشر الذعر بهذه الطريقة؟ يستفيد أنه عرض عضلات ما قبل، وهذا مش أول مرة. صحيح. في 2006 قبل أن يقوم بوقف إطلاق النار، هم في ال 24 ساعة اللي هي سبقت وقف إطلاق النار، هي ال 24 ساعة التي تم فيها إلقاء أكثر عدد من القنابل والقنابل العنقودية على لبنان. فهني هلأ بمرحلة عرض العضلات وترهيب الناس، وهذا بيستعملوا داخليا أنه نحن قصفنا، نحن دمرنا، نحن انتصرنا. أستاذ محمد، يعني هل فازت إسرائيل في هذه المعركة طالما أنه تفرد في عضلاتها كما تقول سيدة دانيا؟ هل حققت أي شيء؟ يعني بالتأكيد يعني حسابات المعركة النهائية لا تزال مبكرة، لأنه لا يمكن قراءة ما يحدث في الجبهة الشمالية في لبنان منفصلا عما جرى في غزة ومنفصلا عن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. هذه المواجهة لا تقرأ يعني بالتقسيط، تقرأ يعني دفعة واحدة. بالنتيجة يجب أن نرى هل نحن أمام يعني مواجهة شاملة لنقول خاضتها إسرائيل خرجت بها بنتائج أم لا. أنا عندي مقياس دائما أقيس به، أن إسرائيل خاضت هذه الحرب كلها من 8 أكتوبر لتحقيق مستوى أعلى من الردع، لأنها شعرت بأنه في تصدع بالردع في 7 أكتوبر. والمقياس الذي أقيس به، هل إسرائيل اليوم تتعرض إلى ضربات أقل أو أكثر أو مساوية لما حصل في 8 أكتوبر؟ يعني إذا قلنا أنه إسرائيل أصبحت أكثر حصانة اليوم تجاه الضربات الخارجية ولا أقل حصانة تجاه الضربات الخارجية، نجيب على سؤال مهم بالنسبة لما يتعلق بالردع. أنا باعتقادي أنه إسرائيل نعم يعني خفضت عدد الصواريخ التي تأتي من غزة بنسبة عالية جدا، واقتربنا تقريبا من صفر صواريخ. يوجد لغاية الآن رشقات صواريخ من غزة، ولكنها محدودة للغاية وعلى يعني المناطق القريبة من قطاع غزة. من جهة الشمال الأمر مختلف تماما. احنا أول أمس شهدنا إطلاق 350 صاروخ في يوم واحد من قبل حزب الله، فإسرائيل سماءها مكشوفة، تتلقى الصواريخ على بعد 2000 كيلومتر.
من يعني من اليمن، من العراق، والطائرات المسيرة. إذا الردع لم يتحقق إلى حد كبير جدا، وهذا يعني ما كنا نقوله منذ بداية هذه الحرب، منذ يعني أكتوبر 23، بأن هذه الحرب ليس فيها انتصارات لأحد، لا لنتنياهو ولا لغير نتنياهو. هذا النوع من الحروب أصلا لا يحتمل الانتصارات. أنت تخوض حربا لا متنادرة ضد تنظيمات، هذه التنظيمات تستطيع أن تتموه وتتغير على الأرض كل لحظة، وحتى لو قضيت على قدراتها العسكرية فإنها تختفي ثم تعود مرة أخرى إلى التمظهر بشكل آخر وآخر وآخر. بمعنى أنه ليست المعالجة العسكرية قادرة على يعني هذا النوع. الطرفين فقط كنقطة أخيرة سامي، بحثوا خلال اليومين الماضيين عن صورة نصر. الإسرائيلي ذهب ليأخذ صور على نهر الليطاني ويقول بأنه جنودنا وصلوا إلى هناك. حزب الله استعرض إرسال كم كبير من الصواريخ دفعة واحدة ليقول لازلنا قادرين على الإيذاء ولازلنا قادرين على الوصول، وكلاهما يقرأ اتفاق وقف إطلاق النار هذا بأنه نصر له لصالحه، والحقيقة أن كلا الطرفين خاسرين باعتقادي. أستاذ علي، يعني نسأل حول ما الذي حققه حزب الله في هذه الحرب، طالما أنه يوافق على وقف إطلاق النار في الوقت الذي هو سيبتعد إلى نهر الليطاني أو إلى جنوب نهر الليطاني، ما الذي حققه الحزب من هذه الحرب؟ أطيب التحيات لك لضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. أعتقد بأننا إذا ما نظرنا إلى هذه الحرب من المنظر الأوسع، الحزب هو جزء منها، جزء بمعنى أنه جزء من وحدة الساحات المشروع الذي انطلق قبيل هذه الحرب بفترة. وأيضا أعتقد بأن الإسرائيلي لم يقم بهذه المعركة انطلاقا من رؤيته ومشروعه فقط، هو جزء من مشروع أمريكي كلي شامل لمنطقة الشرق الأوسط. بناء على هذه على هذا الأمر يمكننا أن نفسر ما هو الواقع المرتبط بالحزب وما حققه. إذا ما أخذنا المشهد المرتبط بالمعركة ككل، معركة أمريكية لمشروع أمريكي ومعركة إسرائيلية استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات، تمكن الحزب على الرغم من الضربات التي وجهت له خلال المرحلة الماضية واغتيال القيادة الأساسية التي لها كان حضور وحيثية كبيرة على مستوى النشاط السياسي وحتى على الدور العسكري. أعتقد بأن القدرات البرية التي بينها خلال الشهر المنصرم ومنع يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي من الدخول واحتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية والثبات فيها كما حصل في السابق في عام 78 ولاحقا عام 82، إضافة إلى قدرته على إرسال المسيرات بالتحديد إضافة إلى الصواريخ، المسيرات تحديدا نتحدث عنها لأنها خلقت نوع من الخرق الجوي غير الممكن أن يكون هناك إمكانية لردعه أو تطويقه، وبالتالي بيّنت للداخل الإسرائيلي بأنها لديها قدرات تكشف كافة الأراضي الإسرائيلية وكل الأهداف الإسرائيلية التي أيضا تم استهدافها على المستوى العسكري، على مستوى التصنيع العسكري وعلى مستوى المؤسسات والشركات العسكرية، إضافة إلى أهداف أخرى وصلت إلى بيت رئيس وزراء الإسرائيلي. ولكن ما الذي استفاده لبنان يا سيد علي؟ طبيعي هذا سؤال آخر ليس مرتبط بالحزب، مرتبط بلبنان. لبنان بطبيعة الحال لا لأن الحزب اسمح لي سيد علي، لأن الحزب جرى لبنان لحرب لا يريدها كما يتحدث الكثير من اللبنانيين. نعم، يعني يمكننا القول بأن السيناريو المرتبط بالجبهة الشمالية لم يكن جديد ولم يكن وليد اللحظة المرتبطة بالسابع من تشرين، كان هناك تحضيرات ومؤشرات إسرائيلية كبيرة سابقة. ما حصل هو ربما استباق موعد المعركة التي كان قد يخوضها الإسرائيلي، حصلت هذه انطلاقة من مشروع وحدة الساحات وبالتالي أدت ما أدت من جدل على المستوى اللبناني. لبنان بطبيعة الحال لم يكسب، ولكن أعتقد بأن المكسب الوحيد للبنان ولمعظم الدول العربية ولدول المنطقة بالتحديد هو انكشاف الواقع الإسرائيلي على مستوى الرأي العام الغربي بالتحديد والرأي العام العالمي انطلاقا من البعد اللا إنساني المرتبط بالجرائم التي يعني بالأمس أو منذ عدة أيام حددتها المحكمة الجنائية الدولية في توصيف الواقع الإسرائيلي بعد أن كانت مطروحة كنموذج للديمقراطية والأمن والرخاء والتعاون عايشوا هذه النماذج. يبدو أن لدينا بعض المشاكل في التواصل معك سيد علي، لا نستمع إليك بشكل جيد خصوصا في كلامك الأخير. دعني أسأل دكتور حسام الدجني من القاهرة. دكتور حسام،
هذا الاتفاق. طبعا لبنان تتفق مع الجانب الإسرائيلي بمعزل عن غزة، كان يراد لي هذه الحرب طبعا وحدة الساحات أن تسند غزة وبالتالي وقف إطلاق النار في غزة، لكن في المحصلة تتوقف الحرب في لبنان وفي غزة يعني ما زالت شغالة كما يقول البعض. ما الذي استفادته غزة من كل ذلك؟ مساء الخير أخي سامي، ومساء الخير لضيوفك ولكافة المشاهدين. يعني في تقديري أن المقاومة الفلسطينية ماذا استفادت مما جرى؟ لا شك أنها تستخلص الدروس والعبر فيما جرى، أي بمعنى هل هذا الاتفاق سيضر بالمقاومة الفلسطينية وفي وحدة الساحات أم لا؟ أولاً دعنا نثبت بعض القضايا. أولا، نص الاتفاق لم يطلع عليه سوى ربما نتنياهو والحزب والحكومة نبيه بري والحكومة اللبنانية. حتى السياسيين في لبنان حاولنا نتواصل لنعلم ماهية هذا الاتفاق، لم يطلع عليه الكثيرون، وبذلك من المبكر الحكم على نصوص الاتفاق هل هو هزيمة لطرف أو انتصار لطرف أي إن كان. المسألة الثانية، نحن كفصائل مقاومة وكما قال ضيفك من الاستوديو الدكتور محمد، سريعا تتكيف المقاومة مع أي واقع أي إن كان. صحيح أن المقاومة كانت تراهن على وحدة الساحات أن يحقق أهداف وتطلعات التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال، وأن يكون نهاية المعركة يعني كما قال السيد حسن نصر الله في وعد له للجماهير في خطاب مشهور عندما قال لا يمكن أن نفصل بين الساحات، وجبهة لبنان هي مرتبطة بجبهة قطاع غزة. الآن السيد نعيم قاسم يذهب باتجاه الفصل إذا افترضنا أن هذا الاتفاق يمضي. مسألة أخيرة وهي مهمة جدا وتقرأها المقاومة الفلسطينية بشكل جيد ونحن كمراقبين نطلع عليها، أن هذا الاتفاق مدته 60 يوم، وفي إطار تحليل البيئة الاستراتيجية لحزب الله الذي تعرض لاختراقات أمنية موجعة بغض النظر من أي جهة كانت، نجاح إسرائيلي أو تعاون استخباراتي عالمي إلى آخره، إلا أن هذا يعبر عن حاجة حزب الله لعدة فترة من الهدوء على أقل تقدير لإعادة ترتيب صفوفه الداخلية وهيكله التنظيمي، وهذه مسألة أساسية. فإذا التزمت إسرائيل في ترسيم الحدود وتم إنهاء الاحتلال وذهب لبنان إلى هذا الإنجاز، ستكون المقاومة الفلسطينية سعيدة، والمقاومة كما قال أخي محمد تتكيف مع كل ظرف، هي تتكيف الآن في كيفية هذا الاتفاق تحويله إلى فرصة من زاويتين. الفرصة الأولى هو وسيلة ضغط من المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو بأن الأولوية لغزة وليس لبنان، أي 100 وعدة أسرى إسرائيليين لدى المقاومة، كان ينبغي نتنياهو أن يذهب لصفقة مع غزة، لذلك قد يفتح آفاق الضغط على نتنياهو لأن يذهب إلى صفقة مع غزة. المسار الثاني على المقاومة الفلسطينية أن تعيد الاعتبار لما يجري في قطاع غزة من كوارث وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل، في ظل أن الفوكس الإعلامي والتوجه الإعلامي العالمي كان باتجاه لبنان، وأعتقد أن هذه فرصة ممكن أن تستفيد منها المقاومة، هذا إذا افترضنا أن هذا الاتفاق سيدوم ولن يخترق من أي من الأطراف وسيلتزم به الجميع إذا حقق الأهداف المبتغاة على أقل تقدير إنهاء احتلال مزارع شبعة وبعض القرى المحتلة في لبنان، وتم ترتيب إعادة الاعتبار أيضا للدولة اللبنانية كمؤسسات وجيش، هذا بالتأكيد سيسعد الجميع وبما فيهم حزب الله. دكتورة دانية، في فيما يتعلق بهذا الاتفاق كما ذكر الدكتور حسام الدجني، اتفاق ما زال مبهم، لا تعرف الكثير من التفاصيل. لا نعرف من هي لماذا هلا مثلا، ما هي الدول الخمس التي تقوم بالمراقبة؟ نعرف فرنسا والولايات المتحدة، ما هي الدول الثلاثة؟ لا نعرف، لأنه يريدون أن يبقي مثل ما قال الدكتور دجني بين حزب الله وبين فرنسا وبين أمريكا. الشخص الوحيد الذي ممكن أن يعرف هو نبيه بري. لا أظن أن بقية السياسيين اللبنانيين، لبنان دولة لا تعرف؟ لا، من يمثل التفاوض الآن هو السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان. فلماذا هذا يعني تكتم على كل الصفقات تكون هناك تكتم؟ ولا تنسى أنه كان في 3 مرات من قبل كان المفروض يصير في اتفاق وفشل. فالتكتم طبيعي، بس هو كمان التكتم هي كمان أداة بالتفاوض.
أداة بالتفاوض حتى لا يعرف الطرف الآخر ماذا يريد. وأنا أظن هذا كمان مطلب من الإسرائيليين الذين يريدون اللعب على أعصاب اللبنانيين واللعب على أعصاب حزب الله. ولكن لافت أنه ما نستمع إليه دائما نستمع من وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا نستمع من وسائل الإعلام اللبنانية شيء. نعم، لأنه هن اللي عندهم الآن هم الذين لديهم القوة، هن الذين لديهم القوة التفاوضية. الجانب اللبناني هو من يتلقى القوة التفاوضية هي عند عند الإسرائيليين ليس عند اللبنانيين، فهم من يضعون الشروط. هلا ما عرفته أنا من اتصالاتي إنه سيتم العودة إلى 17-01، يعني لن يتم المساس بسيادة لبنان، سيكون هناك انسحاب واتفاق على النقاط الحدودية. هيدا ما نتمناه، يعني إذا صار في اتفاق على النقاط الحدودية هيدا يزيل النقاط الخلافية، يعني ونتمنى أن يجلب الاستقرار للبنان على الأقل لعدة سنوات قادمة. ولكن دكتورة دانيا، الحديث الآن عن ضمانات تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل من أجل حرية العمل، وهذا هل هذا يقبل به لبنان؟ هذا لا يقبل به لبنان، لذلك لن يكون مكتوب ولن يقبل فيه لبنان وأي دولة لبنان، أي حكومة وأي دولة لا يمكن أن تقبل. وهذا إذا بتترجمه يعني يريدون أن يفعلوا بنا ما فعلوا بغزة قبل 7 أكتوبر، كان هناك حصار بري وبحري على غزة. فإذا لديهم حرية العمل بالأجواء وبمياه لبنان، يعني تحولنا إلى غزة كما كانت في قبل 7 أكتوبر. فلا يمكن هذا أن يكون في الاتفاق المكتوب. ولكن كما تعرف أنه إسرائيل حتى قبل 8 أكتوبر كانت هي كمان، يعني مش بس حزب الله، كمان هن كانوا يخرقوا 17-01 وكانت تذهب وتدخل وتخرج إلى سماء طائرات إلى الأجواء لبنان ولا يحاسبها أحد. فإن كان في ضمانات، إسرائيل ليست بحاجة لضمانات، فهي لما عندما تريد ستدخل وتخرج ولن يحاسبها أحد مثلما كانت الوضع من قبل. دكتور محمد، يعني ما التحفظات حول هذا الاتفاق سواء لبنانيا؟ لسنا ندري كثيرا حول هذا الاتفاق وحول التفاصيل. يعني لا يمكنني يعني بشكل منهجي أن أتحفظ على الاتفاق لم أقرأه، يعني يجب أن نقرأ الاتفاق أولا ثم نتحدث، لكني متشائم على الأقل مما رشح هذا المقصود الذي رشح لغاية الآن ليس رسميا، ولذلك يعني سأتجاوزه، لكن سأقول شيئا. أتمنى أن يكون لدي نفس المقدار من التفاؤل الموجود للأستاذ حسام والأستاذ علي بخصوص هذا الاتفاق. هل نحن يعني حقيقة نملك القدرة على التفاؤل في ظل هذا يعني العنفوان الذي أظهرته إسرائيل وهذا الضرب وهذا التدمير للبنان؟ واثنين، التصريح الأخير لنتنياهو أن هذا الاتفاق سيتيح لنا التفرغ للعدو الإيراني، يعني بمعنى أنني أقرأ هذا الاتفاق بأنه شيء هش وتكتيكي، وكأن الهدف منه فتح جبهة جديدة والدخول في نطاق أوسع للحرب الإسرائيلية القائمة في هذه المنطقة. نحن في الصورة الأوسع أهداف إسرائيل لن تتحقق، وإحنا قلنا أنه لا يوجد نصر لأحد، لكن يوجد حد أدنى من الأهداف يجب أن يحققه نتنياهو، ولا لا يستطيع العودة إلى الإسرائيليين خالي الوفاض. يجب أن يقول بأنه أنا تمكنت من إيقاف فرص مهاجمة إسرائيل على الأقل، يعني يجب أن يرفع مستوى الردع الإسرائيلي إلى أفضل مما كان عليه الحال حينما هجمت إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. إن لم يفعل ذلك فإنه سيكون الطرف المهزوم حتى لو دمر 20 بلدا وليس بلد واحد، لأنه بالنتيجة قام بهذه الحرب من أجل رفع مستوى الردع الإسرائيلي وهذا لم يتحقق. لا تزال إسرائيل تتعرض للهجوم من أطراف متعددة. وتتم لكلامك الآن، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير يرفض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ويصفه بأنه خطأ تاريخي. إيه؟ المعارضة تصعد ضد نتنياهو وتعتبر أنه فشل في هذه الحرب. ولا يزال حتى لنفترض أن المعارضة لم تستطع تقويض الاتفاق، من منظور نتنياهو، من منظور الحكومة الإسرائيلية وحكومة الحرب، هذا أساسا الدور الفرنسي في هذا الاتفاق كله مرفوض إسرائيليا. الضغط جاء أمريكي،
وربما يعني الذي جعل هذا الاتفاق يصل إلى هذه المرحلة التي نحن فيها هي الإرادة الأمريكية، وإلا لكان نتنياهو معني بإفشال كل الجهد الفرنسي الذي حصل. باختصار يعني نقول بأنه أنا من وجهة نظري أن نتنياهو يفكر تكتيكيا في فتح جبهة جديدة، وهذا الاتفاق الهش والمؤقت لن يتجاوز مدة 60 يوم التي يتحدث عنها في فترة الانسحابات، وسيجد نتنياهو ذرائع للعودة مرة أخرى والضرب في لبنان إذا كان حزب الله تدخل بأي شكل من الأشكال في المواجهة القادمة. مطلوب من حزب الله الآن أنه في المرة السابقة قال مساندة غزة ولم ينقذ غزة بشيء، الآن في مواجهة جديدة قادمة على حزب الله أن يلتزم الصمت فيها أعتقد من وجهة نظر إسرائيلية، وإن لم يفعل ذلك فإنه سيعرض لبنان ونفسه مرة أخرى إلى مواجهة. تفضل الدكتور أداء. أنا أريد أن أقول لك مثلا بال2006 بعد الضرب الإسرائيلية إسرائيل كان لديها فترة من الهدوء لمدة 10 سنوات تقريبا قبل أن يبدأ الحزب الله بالتحرك. لماذا؟ لأن بهال10 سنوات كان الحزب عم بيعيد صفوفه، عم بيرتب صفوفه، عم بيعيد بنيته، عم بيعيد ترسينته، وحتى بناء البنية التحتية، بناء المنازل، بناء البيوت، كل هالأشياء. فالآن يعرفون أنه إذا صار في تدمير هيدا ستجلب لهم راحة لفترة لعدد معين من السنين، ربما أكبر وربما لا لا نعرف. بس هو الحزب الآن أظن أنه بحاجة كما قال الدكتور أنه يعني يعيد ترتيب صفوفه، فلن سيلتزم الصمت وسينسحب، ولكن هذا لا يعني أنه الحزب انتهى، لأنه بيئته الحاضنة ما زالت موجودة، بيئته الحاضنة ما زالت موجودة. ولكن السؤال أيضا وأسأل دكتور محمد طالما أنه متابع للشان الإيراني، ما مدى مباركة إيران لهذا الاتفاق وما مدى انخراطها فيه؟ إيران تتحضر لضرب إسرائيل، الذي يجري في إيران استعدادات لضرب إسرائيل، ضربة جديدة على إسرائيل قادمة ولا أشك في أنها قادمة. الآن بأي مستوى، وهل ستكون يعني قادرة على إرسال رسالة ردع أم أنها ستكون كالضربات السابقة، هل سينتج عنها رد إسرائيلي أوسع نطاقا، هذا أمر آخر. لكن ما يجري في إيران هو استعداد لضرب إسرائيل، وقد ترى إيران أنه من المناسب الآن أن تترك الساحة اللبنانية تهدأ قليلا حتى هي تنفذ الضربة من جهتها وتنتظر ردة الفعل الإسرائيلية، لترى ما إذا كان يمكن إنهاء الصراع قبيل تسلم الرئيس ترامب سلطاته بهذه النهاية، يعني تهدئة في يعني الجبهة الشمالية. طيب. وأفق لتهدئة في غزة، وأن تكون إيران قد استردت بين قوسين حقها في الرد وينتهي الأمر هنا، فتكون عندها صورة نصر، ولا لا ستنتظر ردا من نتنياهو؟ هذا المرجح في وجهة نظر أن نتنياهو لن يسكت. دعني أسأل الأستاذ علي فيما يتعلق بانخراط إيران في هذه المفاوضات. كان هناك حديث على أن المرشد الإيراني هو من أعطى الضوء الأخضر لحزب الله للقبول بهذا الاتفاق. إلى أي حد هناك دور إيراني في هذه الطبخة وهذا الإخراج لوقف إطلاق النار؟ نعم، نحن إذا ما أخذنا توصيف هذه المعركة هناك محوران فيها. المحور الذي تقوده إيران مع حركات المقاومة متصلا بوحدة الساحات، والمحور الأمريكي الإسرائيلي ومعه بعض الدول الأوروبية. لذلك عندما نتحدث عن وقت إطلاق النار والبدء بمسار ربما يعني خطوات مضيئة لحالة ملفات في المنطقة، هذا يعني احنا يجب من هذا الحال وقف إطلاق النار والسير هو سيكون عمليا قرار أمريكي، سواء كان بشكل مباشر عبر قنوات مباشرة أو بشكل روسي المرحلة السابقة. هذا لم يأخذ الحيز الذي يعني يستحقه في الإعلام. أعتقد بأن هناك سيد علي لا نستمع إليك بشكل واضح، لذلك سنحاول تصحيح هذا الخطأ التقني ثم نعود إليك لمواصلة هذا النقاش. أذهب إلى دكتور حسام الدجني، يعني واضح أنه من يدير
هذا الملف كله هي إيران، وإيران يبدو أنها راغبة الآن في التهدئة. كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني؟ يعني إيران بما أنها تربطها علاقات قوية واستراتيجية مع حزب الله، بالتأكيد ستكون حريصة على مستقبل الحزب وعلى بنية الحزب ومكانة الحزب السياسية. وأي مراقب يتابع ما حدث من ضربات لحزب الله من قبل الاحتلال، وخصوصا ليست الضربات العسكرية بقدر من خطورة الضربات الأمنية ذات الطابع الاستخباراتي، مثل حادثة الجوال وحادثة وغيرها من الاستهدافات والوصول إلى الأمين العام وإلى القيادات الوازنة، هذا يتطلب إعادة ترتيب وإعادة تقييم وتقويم الأيام أو الشهور الماضية من أجل أن يصل الحزب إلى معالجة لذلك. وإن عادت الحرب سيكون أقوى بالتأكيد، سيكون أعاد تموضعه ورتب صفوفه وعالج الخلل، سواء كان مصدر الخلل من داخله أو من خارجه أو من أي جهة كانت. وبذلك ستكون إيران سعيدة إذا قيم الحزب، وستين يوم قد تكون يعني على أقل تقدير تعطي استراحة محارب. هذه حركات مقاومة وليست دول، يعني الجندي الذي يقاتل في غزة يقاتل منذ 7 أكتوبر إلى الآن، ليس كما هو الجندي الإسرائيلي رغم إنهاكه وإعلان نتنياهو في أكثر من مناسبة أن الجيش الإسرائيلي والاحتياط أنهك في الميدان، ولكن هناك تبادل للكتائب وللألوية في لبنان وفي غزة، وهناك دعم عسكري لا محدود وغير متناهي من الغرب إلى إسرائيل على عكس المقاومة سواء كانت في غزة أو لبنان. لذلك الهدنة تخدم حزب الله في زاوية الهدوء وفي زاوية الترقب، وأيضا تخدم أيضا إيران في زاوية إذا كما أكد أخي محمد إذا كان لديه معلومات أو تقدير حول نية إيران توجيه ضربة لإسرائيل. إسرائيل هنا حيدت جبهة لبنان على أقل تقدير في 60 يوم، أو ربما أيضا في المقابل نستطيع أن نقرأ أنه أيضا حزب الله في 60 يوم قد يكون جاهز لما بعد 60 يوم إذا وجهت إيران ضرباتها. لذلك المعركة لم تنتهي، والحرب لا يمكن أن نقيم نتائجها. وإذا قلنا أن غزة لم تضرب صواريخ على إسرائيل خلال هذه الفترة، فمن الذي سيضمن إذا امتلكت غزة صواريخ جديدة واستطاعت أن تصنع أن لا تضرب؟ وهذا ينطبق على كل مناطق. طالما وجد الاحتلال سيبقى الإشكالية. لذلك المعالجة الجذرية هو في إنهاء احتلال جزء القرى والمناطق في لبنان وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية. إذا انتهى الاحتلال لا مبرر لوجود حماس كتنظيم عسكري أو الجهاد أو حتى حزب الله كتنظيم عسكري في لبنان. لذلك الحل يجب أن ينطلق من جذر المشكلة وليس المعالجات الآنية التي ربما يرى البعض فيها تهدئة وتبريد، ولكن هذا التبريد سيكون مؤقت. دكتورة دانية، يعني واضح أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بدأت تتحدث عن أن الولايات المتحدة ستدعم مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان للوصول إلى حدود برية معترف بها. نعم. هل واضح هذا المسار سيأخذ وضعه الطبيعي بالنظر للحاجز الذي تم وضعه الآن، يعني طرد حزب الله إلى جنوب أو شمال نهر الليطاني، وبالتالي أصبحت مساحة فارغة، كيف يمكن أن يتم وضع حدود لي؟ لا، هي الحدود على ليس يعني الأزرق منطقة يعني هلأ سينسحب حسب الاتفاق سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى حسب الحدود يلي وضعت بالهدنة بعد حرب 49. الآن في نقاط، وكان في بعد ما صار في ترسيم للحدود البحرية هناك في مناقشات على الحدود البرية. هي النقطة أكثر شيء اللي عليها جدل، هي نقطة 13 وهي بلدة ياطر. فهلا عم يصير في حوار يمكن ان تحل هذه النقطه ويصير في ترسيم كامل للحدود تسجل بالامم المتحده. بس بدي اذكر المشاهدين انه اسرائيل هي الدوله الوحيده بالعالم يلي ما محدده لا حدودها، تعترف بحدودها لانه دوله توسعيه لا تعترف، ما عندها حدود، ما مسجله حدودها بالامم المتحده. هلا داخليا ما الذي يأمله الاطراف اللبنانيون اللي انا أنه هذا الاتفاق سيجلب معه تسوية داخلية، يعني
رئيس مجلس النواب، تعرف نحن صلنا سنتين، ماذا سنتين بدون رئيس جمهورية، لأنه هناك حزب الله مصر على كان عسليمان فرنجي، وكل الناس اللي هي كل الأطراف الثانية اللي هي ليست مع حزب الله لا تريد سليمان فرنجي، تريد سمير جعجع. لا ليس سمير جعجع، لم يطرح اسمه أصلا. نعم. لم يطرح اسمه. المرشح الثاني اللي هو يعني تقريبا مدعوم من المجتمع الدولي هو كان قائد الجيش. صحيح. قائد الجيش نعم. سمير جعجع لم يطرح، حتى هو لم يطرح نفسه أبدا. فالآن الذين ما يتأمله الأطراف اللبنانيون أنه بعد هالاتفاق يكون في تسوية، يصير في رئاسة جمهورية ويصير في حكومة، لأنه الآن نحن ما عندنا حكومة، هي حكومة تصريف أعمال تصريف. والرئيس بري اللي هو رئيس مجلس النواب قال بتصريح له أنه بخلال 60 يوم القادمين حيصير في انتخاب لرئيس جمهورية. ولكن كل هذه الأشياء مثل ما قال الدكتور محمد زغلول لا نستطيع النسق بالإسرائيلي، خاصة هلأ نتنياهو عنده نافذة شهرين قبل ما أن يجي ترامب، فلا ندري ماذا سيفعل. سيضرب أكثر ما يعني حتى يزيد قدر المستطاع من قوته، من قوته التفاوضية. ف يجب أن نترقب، خاصة أن هناك في حكومة إدارة ستذهب ولذلك هي مكبلة، والإدارة ترامب لم تستلم بعد، فعنده شهرين يستطيع أن يفعل كثير، يراوغ فيها ويفعل كثير من الضرر. دكتور محمد، يعني أنت قلت بأنه إسرائيل لم تحقق أهدافها، وحتى هذا يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت، يهاجم الاتفاق مع حزب الله، يقول إن الاتفاق هزيمة في الشمال وفشل أمني وسياسي كامل. طالما أنه هذا فشل، لماذا يذهب نتنياهو لهذا الاتفاق؟ هل كان مرغما على ذلك؟ لا أعتقد، أنا بعتقد لغاية الآن قلت لك أنا متشائم بأنه نتنياهو إنما اتخذ إجراء تكتيكي. حرب نتنياهو لم تنتهي، لا تزال في بداياتها، هو إجراء تكتيكي تهدئة للجبهة الشمالية. قام مثل هذا الإجراء بالضبط لما أراد أن يذهب إلى الجبهة الشمالية، أجرى تهدئة مع غزة وأعطى انطباع بأن الأمور ستهدأ في غزة، ونحن قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق، ونقل القوات إلى الشمال خلال هذه التهدئة. وبعد أن اطمأن إلى سير العمليات في الشمال، عاد مرة ثانية إلى جباليا وإلى حي الشجاعية، ورأينا ما فعله نتنياهو خلال الشهر الماضي في غزة. الآن عنده خطوة لتوسيع الجبهة، ربما تكون المرحلة القادمة في سوريا أو في العراق. وأنا أرجح أنه إذا تلقى ضربة من إيران فسيضطر أن يقدم التعامل مع إيران. يعني هو وفق التفكير المنطقي الإسرائيلي والمصلحة الإسرائيلية يفترض أن يبدأ تدريجيا بسوريا ثم العراق، ثم بعد ذلك يتفرغ لإيران بعد أن يكون قد قلم أظافرها، فإما أن تأتي منزوعة الأظافر إلى طاولة حوار أو يجري التعامل مع البرنامج النووي الإيراني عبر ضربة عسكرية. هو في اليوم لكن في الكلمة إيران أدركت هذا الأمر، ولذلك هي تعرف أنها مضروبة، إن انتظرت مضروبة وإن بادرت مضروبة، ولذلك لا أشك في أن إيران ستبادر إلى ضرب إسرائيل قبل أن يعني تصل إسرائيل إلى بتدرجها العملياتي إلى استهداف البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر. دكتور محمد، هو قالها اليوم في الكلمة نتنياهو بأننا سنتفرغ لإيران. بالضبط. وضع حد لهذا البرنامج النووي الإيراني. والإيرانيين قبل ذلك كانوا منتبهين إلى هذا الأمر يعني. ولكن ترامب التقارير تتحدث على أنه يذهب إلى سياسة العقوبات، هو لا يريد حرب. صح. مجددا في المنطقة، وبالتالي كيف يمكن أن يتصرف نتنياهو؟ هل له فيما يتعلق بالبرنامج بالبرنامج النووي الإيراني؟ ترامب لديه تصريح واضح بأنه يعني يجب السماح لإسرائيل بأن تضرب البرنامج النووي الإيراني. مشكلة البرنامج النووي أخي سامي، وأكيد دكتورة أيضا دانيا بتعيدني، نحن بنتكلم عن فترة لا يمكن الوصول فيها إلى تسوية. نحن أكتوبر 2025 ينتهي الاتفاق النووي، تفعيل السناب باك بياخذ من 6 إلى 8 شهور إجراءات بروسيجر يعني. طيب إذا كان أنا بدي 6 شهور إلى 8 شهور قبل أكتوبر، يعني بمعنى بشهر 2 الجاي لازم أكون حسمت الأمر نهائيا، هل أريد أن أذهب إلى تفعيل السناب باك، تفعيل آلية الزناد، ولا أريد ضرب برنامج إيراني النووي عسكريا؟ ما عندي خيارات، لازم أفكر. غير ذلك
سأبقى كقوى الغرب، أنا بفكر بعقل الغرب الآن، سأبقى تحت رحمة روسيا والصين، لأنه أي تفعيل للعقوبات بعد نهاية الاتفاق النووي على إيران يتطلب موافقة الصين وروسيا، والصين وروسيا لن توافق. الغرب ليس لديه مهلة إلا لغاية الشهر الثاني من العام المقبل ليحسم أمره تجاه البرنامج الإيراني النووي الإيراني. إن تجاوزت إيران الشهر الثاني دون إجراء غربي فإيران نووي. إذا تجاوزت إيران الشهر الثاني المقبل من دون أي تعامل غربي، إيران ستكون قوة نووية بحكم الاتفاق النووي نفسه، لأن الاتفاق النووي ينتهي خلاص، مفاعله تكون انتهت. دكتور حسام، ما رأيك؟ يعني هل ستتفرغ إسرائيل ونتنياهو لإيران أم سيتفرغون لغزة بدليل تصريحات المعارضة، تصريحات اليمين المتطرف تحديدا على أنه يجب تهجير نصف سكان غزة؟ ما المتوقع؟ يعني أنا أرجح أنه سيتفرغ لغزة أكثر من إيران. ربما 60 يوم هو بحاجة إلى أن يصل دونالد ترامب حتى يذهب لإيران، لأنه إذا أراد ترامب أن يفي بوعده الانتخابي بضرب البرنامج النووي أو بالسماح لإسرائيل بضرب البرنامج النووي، فإن إسرائيل بحاجة إلى دعم وإسناد جوي أمريكي، لأنه مساحة إيران الشاسعة لا تستطيع إسرائيل لوحدها أن توجه ضربة مباغتة لكي تفرمل البرنامج النووي الإيراني، وأن تتحمل تداعيات هذا التوجه في ظل المواقف الإقليمية التي الرافضة لاستخدام المجال الجوي من دول عربية وإسلامية. لذلك ربما 60 يوم كفيلات قبل وصول ترامب أن يتفرغ لغزة ويوجه ضربات أثقل على قطاع غزة وتزداد جرائم الإبادة، لعل وعسى يدرك نتنياهو أنه قد يشكل ذلك ضغطا لإعادة الأسرى بالقوة العسكرية. وإن راجعنا تصريحات نتنياهو الأخيرة تدلل فشل القوة العسكرية والاستخباراتية عندما عرض 5 مليون شيكل لكل فلسطيني يسلم أسيرا، وهو هنا يخاطب كتائب القسام ويخاطب المجتمع الفلسطيني، فالفلسطيني الذي رفض أن يتعامل مع إسرائيل في توزيع المساعدات لا يمكن أن يقبل ذلك. لذلك غزة ربما مقبلة على مزيد من التصعيد العسكري والضغط على حماس، ولكن في المقابل على حماس والمقاومة أن تستغل هذا الاتفاق في إطار أيضا إعادة البوصلة الإعلامية لما يجري في غزة والضغط على إسرائيل وإعادة التظاهرات الضاغطة على الحكومة الأمريكية مثل تظاهرات الجامعات وغيرها، من أجل أن يعني وأيضا إنشاء الحرب النفسية على المجتمع الإسرائيلي حتى يكون ضغط لإبرام صفقة مع حماس على قاعدة قرار مجلس الأمن ورؤية بايدن.